معانا مكالمة مهمة جدا دكتور محمد أكيد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هو معانا على التليفون. يا دكتور محمد، طبعا في البداية بصبح على حضرتك صباح الهنا يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح كده السعادة والانتصار بإذن الله يا رب. بإذن الله. للرياضة المصرية ككل. بصراحة احنا مطمنين، خليني اكلم حضرتك وانقل لك المشاعر اللي عندنا، مش احنا بس، يعني الناس اللي بتتابع والناس اللي بتحب هذه الرياضة، في نقلة نوعية في كرة اليد، مش سنة او اتنين او موسم او اتنين، لا بقالها كذا سنة يا فندم، فده يدل على نجاح داخل الاتحاد ونجاح كمان في الادارة. فخلينا نبدأ من النقطة دي، وحضرتك يعني تطلعنا على اسباب التطوير اللي حاصل فعلا وبشكل ملحوظ لكرة اليد المصرية. اتفضل يا فندم. طبعا انا بشكرك جدا، لكن انا يعني عايز اوضح انها لما بتتكلم عن كره اليد كرياضه موجوده في مصر بتاريخها السابق لازم نقول عناصر نجاحها كلها، فاحنا بنقول قائد هذه المنظومه كان الدكتور حسن مصطفى، وطبعا دعم الدكتور اشرف صبحي كوزير للشباب والرياضه، لكن معانا بقى نواحي فنيه كثيره جدا. معايا سيادتك؟ مع سامعين حضرتك كلنا، اتفضل يا دكتور. طيب، في نواحي كثيرة جدا ما ننكرش فيها الأندية. الأندية هم العناصر الأساسية والعامل المهم جدا في إن يبقى عندنا لاعب كرة يد. يعني النادي الأهلي، الأندية كلها، ده نادي كل أندية المحترفين. الأندية باهتمامها باللعبة وباهتمامها بلاعبيها وقبليهم اولياء الامور مع السن الصغير، فاحنا بناخد منظومه متكامله. الاتحاد بعد كده من خلال المنتخبات ومن خلال ان احنا نبدا بتخطيط علمي سليم، بيبقى فيه كل المراحل السنيه، احنا مش عايزين نقع في النص. عندنا اربع منتخبات رجال واربع منتخبات سيدات. المنتخبات دي بتاخد نفس المجهود، اقل منتخب زي منتخب الاول. رائع ليه برنامجه وليه احتكاكاته وليه مباريات ومعسكرات وفي شغل جدي جدا. حلو. وبالتالي بنلاقي عندنا ذخيره كبيره جدا من اللاعبين. اللاعب المنتخب الاول كان في عندنا اصابات كتير جدا. الحمد لله احنا كنا ماشيين في اتجاهين مع المدرب بسطور، ده مدرب واعي وفاهم ومتميز جدا وليه مكانته العالميه. كان اهتمامه كنا عاملين منتخب فيه ومنتخب الشباب اللي احنا شفنا في اخر لقاءاته، فزنا بالدوره هنا في مصر مع المجر ومع رومانيا، ولعب بعض الفرق الكبيره وهزمها، منتخبات كبيره لها اسمها. فيعني معناه احنا بنطمئن على لاعبينا الحاليين وعلى الصف الثاني والثالث وللنهايه لغايه مواليد 2008. ما عشان كده تبقى النتيجه الطبيعيه في النهايه هذا النجاح المدوي اللي انتم محققينه. فندم دكتور محمد، احنا كنا بنتكلم من شويه مع طبعا زميلنا الاستاذ احمد رشاد، من ضمن الحاجات المميزه لمنتخبنا، والكلام ده مش في الفتره الحاليه، ده من فتره طويله الحقيقه، فكره الاستعانه ب يعني او عمل معادله كده، عايز اعرف من حضرتك حتى نسبتها متحققه الى اي درجه في الجيل الحالي اللي بيشارك في المنتخب الاول حاليا لكره اليد، نسبه الشباب اللي فيها بالمقارنه بالتطعيمات اللي بتعملوها لاصحاب الخبرات الكبيره، نسبتهم قد ايه في الجيل الحالي او في المنتخب الحالي المنتخب الاول طبعا؟ لا، احنا بدانا بالفعل من دلوقتي بعض النجوم اللي عامل السن بقى مهم بالنسبه لنا، ان هم ناس يعني كبرت او ناس بناخد خبراتهم اولا، لان دول عناصر يعني مش ممكن الاستغناء عنهم بسهوله. طبعا. لكن في كل مركز من المراكز دي بنحط خمسه تحديد. خمسه من الشباب جاهزين وبيتدربوا مع الفريق الاول وبيعملوا تدريبات فرديه، وده المهم جدا. يمكن الرياضه المصريه ناقصها او يعني مش بالشكل الكامل في رياضات كتير، ان احنا التدريب الفردي، ان احنا بنشوف بناخد الديتيلز، اللاعب ده ناقصه ايه بالظبط، فبيشتغلوا عليه محلل اداء ومخطط احمال عشان نرجعه للحاله دي وبيرجع تاني للمنتخب وهكذا. عمليه الدخول في التفاصيل دي هي اللي بتعمل لعيب كويس. طيب، انا عندي سؤال يا دكتور محمد، برضو يعني بنحاول ناخد من حضرتك اكبر كم من المعلومات من خلال المداخله. في
اتحادات للأسف الشديد بتعاني من نواقص مادية، مشاكل إدارية وحاجات من هذا النوع للأسف الشديد بتؤثر بعد كده على يعني خلينا أقول النتائج، وبتؤثر على اللعيبة، وبعض اللعيبة للأسف الشديد والأبطال المصريين بيتجهوا للهروب للخارج أو اللعب بأسماء ويعني خلينا نقول جنسيات دول أخرى. الاتحاد المصري لكرة اليد محافظ جدا على اللعيبة، بيشتغل بشغل محترم، ما عندوش نواقص مادية، عشان كده لما جيت بدأت سؤالي مع حضرتك قلت لك في نجاح داخل الاتحاد ملحوظ، لأن أنتم موفرين أعتقد كل الأمور اللي البعض من الاتحادات الأخرى عنده نواقص فيها، فدي تجربة ناجحة يعني. عشان كده أنا عايزة برضو حضرتك تطلعنا على خلفيات هذا الموضوع. تفضل يا فندم. أنا هقول لسيادتك حاجة مهمة. أولا بالنسبة للناحية المادية فإحنا بنعتمد بجزء كبير جدا على التمويل الذاتي، بمعنى ان عندنا مجموعه من الرعايه، ولكن على كل اتحاد انه يثبت جدار ويثبت تفوق ويثبت تميز عشان الناس كمان تبدا ترتبط بيه. صحيح. هو اي راعي عايز ايه؟ عايز يكون له مكانه ومكانه مسموعه ومرئيه وليه كيان عشان يدخل معانا، فاحنا بنحقق ده، فبيتحقق لنا بالتالي بعض الشركات الراعيه اللي ليهم دور كبير جدا 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 في دعمنا ماديا. الجزئيه الثانيه ليه بقى لعبتنا ما بتطلعش، وده الكلام ده في يعني انا عضو لجنه علميه في الوزاره، ليه الكلام ده ما بيحصلش؟ لان احنا عاملين اللاعب طالما بينضم لينا كمنتخب انا بحافظ على النادي وعلى المنتخب بانه بيكتب عقد حتى ولو صغير مع ولي الامر متضامنا، اللاعب ده ما يقدرش حد ثاني ياخده. وانا اقول لسيادتك في لاعبين مشيوا ورجعتهم تاني بالقانون بقى، رجعتهم تاني بالقانون بالظبط كده. لكن انا الامور ان احنا طبعا حوالينا يعني مش عايز اقول لا اتهامات ولا شيء، لكن انا عايز اقول ان المغريات كتير جدا بالنسبه للاعب، والنضج والفهم لسه يعني بيبقى مع الصغيرين كويس. بعد شويه بتلاقيه لا عارف يعني ايه قيمه بلده وقيمه وطنه وقيمه انتمائه، فبيتردد وبيرجع تاني، حتى لاعبين كبار طلبوا فتح عقودهم ورجعوا تاني. كويس قوي ان انتوا واخدين بالكم من كل التفاصيل دي الحقيقه، يعني شيء محترم جدا، انتوا عاملين شغل اكتر من ممتاز، والحقيقه يعني التداعيات والايجابيه كل يوم والتاني. احنا حتى في برنامجنا هنا بصفه خاصه بنتكلم دايما كلام مقترن بالاشاده فيما يتعلق بكره اليد، فطبعا يعني كيب اب ذا جود جوب زي ما بيتقال، حضراتكم عاملين شغل ممتاز، وبنتمنى اكيد كل النجاح والتوفيق لمنتخبنا الاول ابتداء من النهارده في مشاركته في امم افريقيا. كل الشكر لحضرتك. شكرا كمان ليك يا دكتور. شكرا دكتور محمد الامين، اتمنى سعاده مصر كلها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا جدا.